نصيحة اليوم إلى علاقة بالفحص لازم تسمعوا فيه، اسمه فحص الخصوبة عند المرأة. هيدا الفحص بيطلع على عدد البويضات، وعدد البويضات اسمه anti-Müllerian hormone. هيدا الفحص إذا كان قليل، معنى الحديث إنه عدد البويضات قليل، وبهيك حالات لازم المرأة بأسرع ما يمكن تجرب تعمل شغلتين، إما تفرز البويضات اللي عندها ياهن إذا منا متزوجة، أو إذا كانت متزوجة بأسرع ما يمكن تعمل الانفيترو فيرلايزيشن أو الطفل الانبوب، وتجرب تعمل قد ما فيها بويضات وقد ما فيها أجنة، وتحط الجنين وتحبل بأسرع ما يمكن.